السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو عاجل من وزارة التربية بخصوص نتائج الصف الثالث متوسط. وزارة التربية تعلن صباح يوم غد الخميس نتائج الصف الثالث متوسط الدور الأول، وأخيرا نزلت هسه قبل لحظات وزارة التربية خبر رسمي قالت غدا إن شاء الله يوم الخميس نتائج الصف الثالث متوسط، يعني الصبح راح تعلن النتائج. ورابط واحد مثل ما قلنا لكم كافة المحافظات العراق هو رابط واحد ننزله لكم، وإن شاء الله تشوفون النتائج وإن شاء الله النجاح والموفقية. مثل ما قلنا لكم قبل لحظات قلنا لكم بس تنزل الوزارة خبر رسمي راح أنزله لكم، وهسه قلت لكم قبل لحظات نزلت الوزارة على صفحتها الرسمية خبر رسمي قالت غدا صباح اليوم غدا الخميس هي راح تعلن نتائج الثالث متوسط. يعني هذا خبر رسمي، يعني مو أحد قال أو قناة قال، لا هذه من الوزارة هي نزلت هسه قالت إن شاء الله غدا صباح يوم غدا الخميس هي نتائج الثالث متوسط، إن شاء الله النجاح والموفقية لكل طلابنا.